يأمننا حقوقنا، لازم يكون كرامتنا محفوظة، ما من داسي. عم استنى فعليا الخير اللي بيعطوني من هون من هون وبيصدقوا علي، حتى صاروا يتمسخروا، والله بتشتغل معلم يلا شغل المواعيد. طيب نحن ما يعني لهالدرجة وصلنا؟ طبعا هي حقوق وليس مطالب. فإيجاد نظام داخلي في أي مؤسسة في العالم يوجد نظام داخلي لوزارة التربية. إيجاد راتب في أي مؤسسة في كل الدول يوجد أيضا راتب للمعلم. كرامة المعلم أيضا في كل مجتمعات الدنيا وفي كل وزارات الدنيا كرامة المعلم يجب أن تكون محفوظة. عدم الاكتفاء من مديرية التربية بالشعارات، فالشعارات لا تسمن ولا تغني من جوع. نحن نرجع لهم الشعارات أو نضع الشعارات عندهم، ونريد راتب للمعلم، نريد كرامة المعلم، ونريد الحفاظ على حقوق المعلم كاملة غير منقوصة. نريد من وزير التربية أن يحدد خطة، نريد أن وزير التربية أن يحدد خطة إصلاح للتربية. اليوم أنا أروح السمان بخجل منه، أبو الخبز بتدين منه، فلان كله زلوا المعلم، زلوا المعلم. هاي كرامتنا؟ هاي كرامة المعلم؟ يعني مستني كلية تمام، نقبض يعني 4-5-6 شهور بس، ويا دوب يكون يعني المعاش كامل. يعني ليس 150 على مدار العام، ليس 100. قبضنا الشهر الرابع والخامس من منظمة 150، ثم نادي صيفي 150 شهر ونص، وما تبقى هذيك على 20. أعطونا أول مرة 38 دولار، بعدين 56 دولار، وهذا كل ما قبضناه في العام كله. نحن من طالب راتب تقاعدي دائم للمعلم، يعني صار كبير بالسن ما بقى قادر، بقى منين بدي اجيب؟ من كيف بدي يعيش يعني؟ كم سنة عندك خدمة؟ عندي 45 سنة. هاي الرسالة الأخيرة لرئاسة الحكومة، إذا كانت ما هي مطلعة، وإدارة المحرر إذا كانوا ما المطلعين يعني وغايب عنهم الجو، هاي عملنا الحجة. وبصوت المعلمين تمام، اتفضلوا، هذا صوتهم وهذا وجعهم. لك شوفوا هود معلمين، هود قدوتنا وهود تيجان راسنا، يوصلوا لمرحلة يوقفوا على بوابات مديرية التربية.